بوز مع يوسف البحري. جونا 10-12 IFM 6-12 على IFM أحلى راديو. بونجور بونجور بونجور, صباح النور صباح الفل الناس كل وين ما قاعدين تسمعوا فينا. IFM أحلى راديو كالعادة, جونا 10-12 حتى النص النهار, يوم الجمعة 9 ديسمبر 2022. إن شاء الله جمعة مباركة للناس كل, تقسم غايم, ردوا بالكم على رواحكم, البسوا بالكدي خاطر باردة شوية اليوم في الشارع وتاخ المناخ ما نفهموش, مغايمة مش مغايمة درا كيفاش حصيلو. أنتوكا ردوا بالكم على رواحكم, جمعة مباركة للناس الكل كالعادة, جاونا 10-12 حتى النص النهار. تنجموا تتابعونا على IFM TV شين يوتيوب تاعنا راديو IFM, وعلى مختلف لي ريزو سوسيو تاعنا فيسبوك انستغرام تيك توك راديو IFM, وآخر الأخبار تلقاوها على IFM.in. إن شاء الله جاوكم كيما جاونا, نحن جاونا 10-12. انتم تسمعوا في جاونا 10-12 مع يوسف البحري. جاونا 10-12 IFM 6-12 على IFM أحلى راديو. بعد شوية فيزا العرفيوي تكون بحذينا ميديا ما كالعادة, باش نحكيو على الإضراب الإذاعة والتلفزة يوم 17 و 18 ديسمبر, باش نعرفو أكثر تفاصيل زيادة على القضية الاستعجالية من الهيكة ضد هيئة الانتخابات. جمعية الطب الأطفال تدعو إلى التوقي من مرض البرونكيوليت, أي صغاركم ردوا بالكم عليهم البرونكيوليت. نعرفو أكثر تفاصيل مع رئيس جمعية تونسية لطب الأطفال سي خالد منيف, باش نفهموا أكثر شنية الفيروس اللي قاعد يدور تو, وشنية التوقي منه, كيفاش باش نحاربوه البريود هذية. برشا ناس رجعت البافيت, ردوا بالكم لارواحكم. أخبار الأخبار مع حالة حرب كالعادة, تحل حرب على أخبارها. أخبار رياضة من جلازة, شكون معنا مباشرة من قطر, دور ربع النهائي يبدأ اليوم في كأس العالم, شنعرفوا برشا تفاصيل على الدور هذية مع صديقنا جلانزا مباشرة من قطر. إيريج مع أخبار المونديال, أما من كوتي واحد آخر وأخبار النجوم مع صديقتنا إيه. هذا الكل من توا حتى النص النهار. بعد شوية مكملين في جوك 10-12 مع يوسف البحري على IFM أحلى راديو. انتم تسمعوا في جونا 10-12 مع يوسف البحري. جونا 10-12 IFM 6-12 على IFM أحلى راديو. العشرة وستاشن دقيقة على IFM أحلى راديو, شكرا على الاستماع. جونا 10-12 كالعادة معكم يوسف البحري وكامل الفريق, من أبو غنجة في الأعداد, نور بولابيار في الإخراج, وإيمان ميلكي في الإخراج الرقمي, معها سليم نورمال مو سليم, معها زيدا إيمان اليوم في الإخراج الرقمي. جينا فيز, أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا, اهلا خرجت من بعيد. علاش تعنت فيا يوسف في لابس بوردو كيفك؟ والله تعرف ان نقوم الصباح نقول زعما فيزا اش لابس, ونخمم كلك هيك. انا عارف واش نحولك, قلت فيا نحولك طقس عامل فيه بارد. لا لا باهي باهي, بالعكس هاو وقته عاد, وخرت وخر البرد وكل شيء. خريف البارح وربيع عندك الف حق يدخل وانت الكل صحيح. يلا تنسيت ميديا ماك مع فيزا العارفه. أيا نبداو ميديا ماغ بخبر كان على نت وجريدة الشعب التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل, اللي أكد أنه طرف النقابي في مؤسستي الإذاعة والتلفزة وجه برقية إضراب المقرر نهار السبت 17 ديسمبر ونهار الأحد 18 ديسمبر 2022 في مؤسسة الإذاعة والتلفزة, وللمطالبة بإصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي لمؤسسة الإذاعة والتلفزة حسب اتفاق ممضى نهار 28 جوان 2021. الإضراب هذا باش يتزامن يوسف مع الانتخابات التشريعية, وما أكثرهم الاتفاقات اللي تم إمضاءهم مع يعني إمضاءهم وجست قعدوا حبر على ورق, أعطاهم كلمة تم كلمة أي مع الانتخابات. مع الانتخابات التايمينج باهي متاع إضراب, عجبتك تايمينج كاسح الحقيقة, عارفوا وقتاش يضربوا بالضبط. معناتها كونفيرمي ولا مش كونفيرمي؟ مش كونفيرمي, مش كونفيرمي. مازل اخر دقيقه احنا شو بحكيت الاضرابات هذيا ديما نجم تتبدل حتى سويعات قبل نهار الاضراب, ولا معناتها وسيله ضغط, وان شاء الله تنفع وكهو. ان شاء الله تنفع ان توكا, نعاودوا نقولوا مؤسسه التلفزه والاذاعه والتلفزه التونسيه راهي ملكنا نحن الناس الكل, دونك ماذا بينا نشوفوها في ابهى حله, وماذا بينا زاد العباد اللي تخدم غاديكا تاخذ حقها, وماذا بينا تتحسن. باش نقعدوا ديما نحكيوا على التلفزه والاذاعه, تعديوا الخبر اللي بعد. ايامات على الانتخابات وصراع متواصل بين الهيكه وهيئه الانتخابات. البارح في ندوه صحفيه الهيكه اكدت تقديمها
الماضي قضية استعجالية ضد هيئة الانتخابات وما زالت تستنى في الحكم لأنه رصد الإيزي للحملة الانتخابية يمثل خطر. هذا ما قاله رئيس الهيكل نوري لجمي. نسمعوا شنو قال. ما نجموش نعطيهم مشروع وهذاك علاش هما بعثنا لهم مراسل معناها سنة اوكانسونس مع الاسف الشديد معناها تبريرات فارغة. احنا اللي قدمنا قضية استعجالية للقضاء الإدارة قاعدين ننتظروا في الجواب نتاع ماذا بينا قرار المحكمة ان شاء الله يرجع الامور الى نصابها لانه راهو هذايا ربما يهدد حتى المسار اللي ماشيين فيه. احنا تو راح نحطوا هيئه مستقله تقوم بمتابعه المؤسسات العالميه السمعيه البصريه اكسترا باش نجيو ندخلوا هيئه الانتخابات باش تقوم بالموضوع هذا. فهو مع الاسف سيعود خطر كبير على المكاسب اللي تحصلنا عليها. حاله وصلت جراف شويه تسيه هوش مازال الجمعة نهار الجمعة الجاي كما اليوم هو صمت انتخابي نقعدوا مع الانتخابات زيدا يوسف وين البارح جمعية هذه حاجة خايبة برشا وخبر ما يعجبش. وين البارح جمعية المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا أصدرت بيان أعربت فيه عن قلقها إزاء الصعوبات اللي تواجهها فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية لحملة الانتخابات التشريعية. وجاء في البيان أنه قبل 10 أيام من موعد الاقتراع واجهتنا العديد من حالات رفض إجراء المقابلات من طرف المرشحين بحجة أنه قانون الانتخابات يمنحهم من الظهور علنا في الصحافة الأجنبية باسم مبدأ تكافؤ الفرص وافتراض المحسوبية. في ظل هذا الوضع نحن ممنوعون من القيام بعملنا كصحفيين على الرغم من امتثالنا لصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللقانون الانتخابي الجديد. ولقد حاولنا عدة مرات دون جدوى إقامة حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أجل إيجاد حلول ملموسة. في حين ردت الهيئة أنه طريقة الموضوعية الوحيدة هي تنظيم قرعة بين المترشحين بإشراف عادل منفذ ويكون المرشحين اللي تم سحبهم في القرعة هما الوحيدين المخولين لإجراء مقابلات مع الصحافة الأجنبية. هي عملية نعتبرها مستحيلة فيما يتعلق بمهنتنا. ندعو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى تقديم تفسير واضح للقاعدة اللي ظهرت في دليل قواعد وإجراء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل 2022 اللي نشرته الهيئة واللي نص على أنه يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعية داخل الوطن استعمال وسائل الإعلام الأجنبية. وهذا بالنسبة للصحفيين ماك تعرف أنت الصحافة الأجنبية يخدموا فيها صحفيين محليين صحفيين أولادنا أولاد ليبسي وإذا الضرب لصورة تونس أنا يظهر لي نشوفه مراسلين الأجانب في شمال إفريقيا تكون من حوالي 50 هذه الجمعية أي 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 بون والله مش فاهم علاش انا راه الحقيقه مانيش فاهم علاش اسكو ما عندهمش الحق يحاوروا المترشحين ولا ما عندهمش حق يغطيوا الانتخابات. في دليل القواعد نتاع نتاع ليزي ثم معناتها فصل ينص انه يحجر على المترشحين للانتخابات التشريعيه داخل الوطن استعمال وسائل الاعلام الاجنبيه. اي دونك المترشحين دونك يجيو يغطيو احنا عملنا بالقرعه عملنا اوكي يجيو يغطيو الانتخابات على رواحهم اما ما يحاوروش المترشحين. بون والله غرائب وعجائب زعما خايفين هكا ولا هكا فهمتي انا تو والله غرائب وعجائب الكل سمعناه في الانتخابات هذه ربي يوصلها بالسالم الانتخابات والله الحقيقه معناتها كما اللي في زمان. خبر آخر تم تداوله في جميع وسائل الإعلام الأجنبية والعربية تحت عنوان حكيم زياش يتسبب في طرد معلق من التلفزيون التركي. شنو اللي صار يا يوسف؟ اللي صار إنه مباراة المغرب وكندا حكيم زياش سجل الهدف في الدقيقة الرابعة. معلق تركي شهير في قناة تي ار تي التركية اسمه ألبير باكير. باكير. باكير باكير كان يعلق باكير على المباراة وقال إلي الهدف هذا من أسرع الأهداف واستحضر هدف اللاعب التركي أكان شكور أنا منعرفوش اللي تسجل في الحداش الثانية في مونديال اليابان وكوريا الجنوبية بأنه اسم هاكر هاكان شكور هاكان شكور دخلت بعد ما عندكش مع التركي هي تركي انت أردوغان المعارض لأردوغان ممنوع من الذكر تم فصل المعلق وما كملش التعليق على الشوط الثاني وتم استبداله في وقتها بمعلق اخر. مخيبك تدخل السياسه في الكوره اي هو اكان شكور داخل في السياسه لانه معارض كبير برشا لاردوغان
وصاروا له حتى برشا مشاكل وعايش في امريكا تو هرب من تركيا. دونك وهو اللي ماركه هو ماركه انا المعلق ما فهمتش مسكين يخدم في خدمته هو اللي ماركه اسرع هدف يا ربي في تاريخ الكوب دي مون. واش لازم يخدم في خدمته واش لازم الاخر يماركي فيه ساعه واش لازم يعارض فيه دوك واش لازم يخدم بون الحقيقه والله حسيل والله قلت لك راهو من المضحكات المبكيات من المضحكات هذوما مع الراجل يخدم على روحه جبد اكان شكور عارش عباره ان احنا نجبدو تصور مثلا طارق ذياب معارض القيس سعيد نحن نقولوا طارق كوميم طارق ذياب بالون دور افريكان تحكي عليه يخرجوك من الخدمه لي شوف معني هي بون تي ار تي وسيله اعلاميه ماهيش خاصه معناها تابعه للحكومه حكوميه بون كمل نكملوا من جديد نعاودوا نحكيوا على التلفزيون الرسمي الجزائري اللي قاعد يتجاهل في المنتخب المغربي هذيك وين نحكي على مغادرة المنتخب الإسباني المونديال بالطريقة هذه. وفي خبر آخر غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد الإقصاء المر في الدوري 16 من مونديال قطر وكانت المباراة صعبة بالنسبة لهم حيث وصلت إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لتحسم الأمور في الأخير مما أدت إلى إقصاء ومغادرة منتخب لاروخا. لويس إنريكي مدرب الإسبان عبر عن خيبة أمله بعد إقصاء الماتادور كاشفا أنه سعيد بنوعية اللاعبين الذين يمتلكهم المنتخب خاصة الذي قام باختيارهم. ملا لا وانا مانيش سعيده جدا هي سعيده هو كشف سعيد انا مانيش سعيده برشا تدخل السياسه في الكوره معناتها ما في حتى علاش عديتوا الروبورتاج ما نجم تتجاهلوا الروبورتاج علاش عديتوا باش ما تسميش المغرب الحقيقه شو راهو هذيا راهو سياسه في الكوره نشوفوا في الجماهير المغاربه معاهم تزيريه وضربوا تزير مع الجماهير المغاربه معناتها باش تفهم اللي راهو الشعوب بعيده ياسر على السياسه واللي قاعد يصير وقاعدين نشوفوا في ديزيماج مزيانين وتنازوا على الصحراء الغربيه دخلوها نشوفوا في تزيريه في وسط الجماهير المغاربه وبضربوا تزير وبضربوا تونس وضربوا ليبيا زيدا موجود معناتها هذا الكل بعيد برشا على تخميم الجماهير وهذه هي كرة القدم وهذا هو السبور معناتها أنه يجمع ما يفرقش خلي السياسة تتفرق. شكرا لك فيزا يتقابلوا معاك بعد شوية المستمعين في 90 دقيقة تقديم فيزا العرفيوي اليوم تبعوها فيزا نتقابلوا معاك نهار الاثنين نحن لهنا شكرا لك فيزا باي باي يلا باش نحكيو بعد خول فصل الشتاء كثر برشا الحديث وبرشا عبيد قاعدة تحكي حتى على مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار الوباء المسمى بمرض البرونكيوليت. البارح جمعية تونسية لطب الأطفال وجهت توصيات بخصوص المرض هذية باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا الدكتور خالد منيف رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال. دكتور خالد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا بك. مرحبا دكتور خالد. كل مستمع قبل كل شيء دكتور المرض هذية شنو هو بالضبط باش نفهمه اكثر وشكون اللي عرضه ليه الاكثر؟ المرض هذايا البرونكيوليت هي مرض فيروسي ينجر عنده التهاب الجهاز التنفسي خاصه القصيبات الهوائيه ويتبعوا بعض ضيق في التنفس يجب يكون حاد الأعمار تظاهرات في مسهم المرض هذايا هو أقل من 12 شهر معناتها عام. واضح. بعد 12 شهر ما نحكيوش على برونكيوليت. واضح. الأعراض شنو ما هما بالضبط دكتور؟ الأعراض تبدأ على الأول بخشم يبدأ مسدود يبدأ ثم خشم يجري زاد نقوله بالعامية وبعد جي الكحة الأكثر شيحة وتقلق برشا الغيرات ومعها سخانة ما تكونش عالية برشا ما تتعداش 38.5 وبعد 3-4 أيام من الحالة هذية جي معناتها ضيق في التنفس مع صغير عنده صعوبة في التنفس ما يجمش يكمل الرضعة متاعه خاطر الرضعة تستوجب مجهود من صغير خاصة جهاز تنفسي سليم باش يجم يتنفس بالكدا تنجر عنه زادا
تصفير، حتى الوالدين يجمعوا في بعض الأحيان يسمعوا يقول لك ودي ولا يظفر صدر ويظفر وهذا كهو معناته في الحالات. الأسباب دكتور باش توصل برونكيوليت للرضيع للبيبي شنية شنية الأسباب؟ هي تتعدى فيرال ما بين العباد، نجم ياخذها من الهواء، كيفاش توصل؟ شوف احنا توا بعد عامين ولا ثلاثة سنين من اللي جاتنا الكوفيد، المواطن التونسي ولا يفهم بالبداية شنو هو الفيروسات اللي تصيب الجهاز التنفسي. العدوى كيما بالضبط اللي نشوفوها في الكوفيد، بالتنفس وبالأيدي، هذو مجوز الوسائل العدوى. وخما قولوا بالأيدي معناتها لازم غسيل يدين، لم اللي لازمها معناتها تحمي غيرها وقت مشي تربعه وقت مشي تبدلوا الكوش لازمها تغسل ايديها. الثاني حاجة زادة اللم اللي مش تلابس غيرها، ولو كان عندها برودة عندها غريب لازم تلبس الكمامة. والحاجة اللي مهمة ياسر تعرف في العادات والتقاليد متاعنا، ثم نعمل أسبوع وقت صغير يغلق سبع أيام ولا أربعين، والطقس توا بارد دونك تصير اللمة هذية، والهواء يبدأ ماهوش متجدد ماهوش نقي، ولو كان ثم زوز ولا ثلاثة ولا أربعة من الناس جاي يهنيوا والعندهم البرودة تجم الفيروس يبدأ موجود في البيت في الهواء يستنشقوا صغير ولا صغيرات أخرين أخواته الأكثر. العدوى نشوفوها الأكثر عند صغيرات اللي عمرهم ثلاثة يمشوا للكريش وفرحانين بالمولود الجديد ولا أخوه ولا أخته الصغيرة يمشي بوسها البوس هذا فرحان بصغير يمشي بوس على البوس هذا عادات خايبة ياسر. العدوى هذا هو الوسائل معناتها التنفس اليدين والهواء يبدا ملوث بالفيروس. دكتور طرق الوقايه دكتور حسب ما فهمت انه اي واحد يمشي للرضيع يلبس بافيت، تو معناتها من المستحسن انه يقرب له بالبافيت ويديه مغسوله عامل جيل. هو احسن حاجه لازم الرضيع نحطوه في بيت وحده واضح، ومش لازم الناس الكل تشوفه. ويبدا في بيت الهواء نتاعها وقع تجديده على الاقل 10 دقائق في النهار. واضح. البوس لا، وغسيل اليدين مهم ياسر للإنسان اللي مش تلهى بالرضيع هذايا. ولازم الوالدين يلقاو حلول بالنسبة للأخوة اللي يمشيوا المدرسة، أخوة الصغير هذايا اللي مازال كيف زاد ولا عمره شهر ولا شهرين ولا أقل من عام، لازم يلقاو وسائل باش يبعدوه باش ما يفسروله باش ما يبوسوش لو كان هو مستبرد يلبس كمامة. هذو ما أهم الوسائل. ثم حاجة أخرى وقت نمشيو للمساحات الكبرى المساحات الكبرى ونبدأ نحوس بالصغير نتاعي في بوسات والطبع في طقس بارد تبدأ نفكر المساحات هذوما يجب تكون العدوى موجودة. والحاجة الأخرى اللي مهمة ياسر هي التدخين. الوالدين ولا مهما واحد اللي يدخن ما لازمش يدخل للدار، مش يقول لك نكيف في الكوجينة ولا نكيف في البيت، برا من الدار. مهم برشا. دكتور خلنا نفسروا للعباد، ممكن خاطر يقول لك تونسي راهو ما يسمع الكلام، كان ما تخوفوا دكتور. شنو هي اقصى حاله نجم توصل لها للبرونكيوليت مع الرضيع؟ انا بحكم مسؤول على قسم الانعاش في مستشفى باب سعدون، البرونكيوليت نجم تهز صغير التنفس الاصطناعي في الحالات القصوى. ما هيش كي نقولوا ماهيش تطبيق صغير في قسم الانعاش نعاونوا فيه بالتنفس الصناعي لمده اسبوع 10 ايام. دونك معناتها هذه اقصى حالات. ولو كان صغير عنده تشوه ولا مرض تشوه في القلب ولا مرض مزمن هذوك الحالات تبدا اكثر صعوبه.
وفي صحيح الوفيات نادرة ولات معناتها تقلب في العام عماول مثلا عندنا زوز وفيات كهو على 180 غير قد شي قسم الانعاش بتبيع مع التطور بتاع الطب وكل صعيب صعيب برش صحيح ولا هذا هو معناتها أقصى أقصى حاجات ماذا بينا صغيرات الفرحة متاعت العائلة الدوم وتم ما غير ما يهزوا صغيراتهم لا للمستشفى لا لا قدر الله للقسم الانعاش. واضح دكتور. حاجة أخرى، لا قدر الله الصغير مرض بالبرونكيوليت وبرا الحمد لله، فما ديسيكيل مبعد في كي يكبر كي في النوم وفي كل شيء، فما يخلي ديسيكيل برونكيوليت تخلي مشاكل؟ أكثر حاجة أكثر سيكيل دي نلقاوها هي على المستوى الجهاز التنفسي. على مريض على زوز صغيرات يمرضوا بالبرونكيوليت معناتها 50% نجم نقولوا يجب تتسبب لهم في حساسيه في الجهاز التنفسي. واضح. وتجب تتسبب لهم في مرض الربو ولا الفدا ولا الاسم. واضح. اوكي. كجمعية التونسية لطب الأطفال دكتور، شنية توصياتكم في كلمة الختام للي بارون اللي يسمعوا فينا؟ لأنه حسب ما تحكي دكتور ماهيش سهلة البرونكيوليت، معناتها ما لازمش ناخذوها هكاكا، معناتها بالسهل تنجم تضر برشا الرضيع. شنية تحب تقول لي بارون دكتور؟ أنا أقول لي بارون أهم حاجة هم يركزوا على الوقاية اللي ذكرتها، غسيل اليدين. ونجحنا في هدايا مع الكوفيد ونذكرت اللي مع الكوفيد نقول للمجتمع اللي مع الكوفيد في عام الكوفيد وقت صغيرات قاعدوا في ديارهم ونسبة البرونكيوليت تحت برشا، معناتها وسائل الوقاية ناجعة اللي هي الباس تماما اللي هي غسيل اليدين، والمرأة الحامل اللي مش تستنى في صغير نأكد عليها باش تعمل تلقيح النزلة الموسمية لجريد وتعمل تلقيح ضد الكوفيد باش تحمي روحها، ولو كان هي ماهيش مقتنعة باش تعمل هالفاكسان على الأقل تقتنع باش تحمي صغيرة، خاطر هي أول إنسان مش تلهب بالصغيرة نتاعهم. التدخين للوالدين ممنوع في الدار، وحتى لو كان الطقس بارد نحلوا الشباك مدة 10 دقائق في النهار يكفي باش نبدلوا الهواء وننقصوا من العدوى للصغيرات هذوما. شكرا لك سي خالد منيف، دكتور خالد منيف رئيس الجمعية التونسية لطب الأطفال، أعطانا أكثر تفاصيل على البرونكيوليت. سيسوا على صغاركم كما قال الدكتور سهل برشا، اللي كنتوا تعملوا فيه في الكوفيد أعملوه طوى مع الصغيرات سيرتو اللي أقل من 12 شهر لبيبي لنوريسون، ردوا بالكم خلي الفرحة متاع البيبي الجديد في الدار وكل فرحة ذيك الكل الدوم، لأنه كما قال الدكتور رو صعيب برشا البرونكيوليت، ما فيهش حالات وفاة لأنه نادرة لأنه الطب تطور برشا، أما تقلق برشا الصغير حتى في النمو متاعه وتعمله مشاكل حتى في المستقبل. يلا 10:37 كارول سماحة فوضى، هاو يحبوا على الفوضى لهني في الراديو شنو نعمل لهم. يلا كارول سماحة توصل لهم بعديك 41 دقيقة. جاونا ديز دوز حتى النص النهار معكم يوسف البحري كالعادة وكل الفريق حاضر من أبو غنجة نور بولابياري من ملكي والسهسوها اللي تستنى فينا توت سويت في بوان مرشي. وفي خبر آخر غادر المنتخب الإسباني العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد الإحصائي أهلا وسهلا. ناس معاش تلقى كيفاش بشتاكل كيفاش بشتري أو سلعة على بعضها، خلينا نقوله بسواء الخضرة وإلا اللحم وإلا الدجاج
دونك ولات السلعة تفسد العباد ما عادش البياعه ما عادش لاقين شكون باش يبيعوا تتحرك. ان شاء الله تتحرك يا ساسو ان شاء الله وان شاء الله الاوضاع تتحسن اعطينا الاسويم في سوق سيدي عبد الرحمن في الاسويم نعطاو القرع الاخضر فريش محليه ديت بالقرع ها تكسح بالبصل الاحمر القرع الاخضر 2089 في الحلو 88 ربط البصل 15 الطماطم 13.80 ثم تماشي معكم يشمي يا حيا جماعة نجم ونعود ونشري وطماطم في قبل الحال 2003 عرف البروكلو بيزنار جلبينا 2089 الفلمسك 2980 البطاطا 14.70 الكرنب 14.70 نقاو الخيار 2980 بتنجان 2490 النعناع عرفت الثانيه تبلغ 3000 الثانيه بالنسبه للبيان نعملوا طلع على الثمن نتاع الدجاج تلقاو 8690 الكيلو دجاج بالنسبه لليوم حارة العظام نلقاها 1380 قد ايه؟ 380 1380 حارة العظام 13 دينار 380 يا عجبكش يزيد هاك السمعة أخذت شوية راهو قاعدين يبيعوا فيها 15% معناتها شي عند ناس أخرى معنا الكل دونك نلقاو الكبدة 14 دينار و 940 رخيص الكويت دان نلقاوه 9500 نعملو طلع على الحين نتاع نتاع العلوش الهبر 34 العلوش كيلو 34 دينار البقر 32 السدرة 22 المرقيط 25 كبدة البقر 45 كبدة العلوش قديش؟ كبدة البقر 35 دونك برشا العلوش والله يا ساسو استغرب تعرف عليش على العظام 13% لانه والله نتذكر معناتها لانه رجعت الجمعه ذي انا للخدمه نتذكر جمعتين قبل معناتها قبل ما نمشي للقطر ب 11% راهي كانت حاره العظام 11130 11100 معناتها تو نور وابو غنجة قالوا لي راهي وصلت 15% راهو برشا 13% العظام الحقيقة المشكلة حتى كي تطلع هكا حاجة فهمون عليش معناتها علاش طلع الرسوم علاش طلع يا ودي تطلع ب 10 فرنك تطلع ب 20 فرنك كما نحكيو راهو على 400 و500 فرنك علاش طلع الرسوم هذيك وعلاش الحليب ما فماش وجبن فم حسين وهزيري حسين يلا اعطينا الغلة والله عنا يعني تفاح عسل 3400 بالنسبة للكيلو البلاش قلوب مدنينا 2008 نلقاو الرومان ديتشي 3980 زنباعة 14.90 هذوما الفرنسي اللي خويا لهنا في مارس 2400 عند الخضارة نتاعنا دونك هذوما الأسوان نتاعنا بالنسبة اليوم في مارس سيدي عبد السلام شكرا ليك ساسو ميرسي بوكو نتقابلوا ان شاء الله نهار الاثنين بون ويكاند واقعد عاقله في الويكاند ساسو والله سي علقه تحب تاخذ الويكاند ديريكت يلا ببليستي وراجعي بعد شويه مكملين في جوك ديزوز مع يوسف البحري على EFM احلى راديو تقول ربح تقول EFM كي تقول العب يلا تقول برشا فلوس اما كي تقول العب يلا على EFM تقول باش تربح برشا 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 فلوس مع اتصال تونس و EFM احلى راديو تونس بيت تحفلها في كأس العالم وتودي المشجعين بأقوى بونيوس في تونس ادخل من توا على www.tunisbet.com شارجي كونت متاعك من 10 دينارات للمليون وتمتع ب 100% بونيوس على قيمة الغشارج اللي تختارها تيلة المونديال معناها كنت صب مليون تلقى زوز ملايين في الكونت متاعك وللمزيد من المعلومات تواصلوا مع سيرفيس لايف تشات المتوفر على تمتكم 24/7 ما تفلتش الفرصة بونيوس عالم يستنى فيك على تونس بيت موقع رهانة الحقيقي
من اثنين للجمعة من العشرة للنصنار جونا ديز دوز مع يوسف البحري. جونا ديز دوز يفهمنا سيز دوز على يفهم أحلى راديو العشرة وثمانية واربعين دقيقة لي يفهم أحلى راديو. شكرا على الاستماع وين ما كنتوا. شهية طيبة للناس الكل قاعدة طيب ممسي غالي شوي خالي شوي الماكلة اللي سمعناها من عاد الساسوها طريق سلامة للعباد اللي فكرة هبة سيسو رويحكم فما شوية ذباب في الكيس دونك سيسو رويحكم وبون ويكاند الناس كل جمعة مباركة. جينا أختنا خضرة باللكحل اليوم اهلا وسهلا خضرة. صباح النور. مرحبا. صباح الفل. شنحوالك يا خضرة؟ والله الحمد لله بعد ما سمعت العظم بر 15% وقال لك فما شكون يبيع فيه ب 15% ولبلابي تاو في الاوف نحكي لك ب 9000 لبلابي ب 9000 والله ما نشريش بيك خي بعقلك ولا بلاش ما يشتري في لبلابي ب 9000 والله العظيم انت ماكش نورمال والله انت تمشي تشري على روحك تعرف هرقمه من المارشي سنترال ولا عند جزارك تضرب لها كيلو حمص تنفخوا وطيب لبليبي لبالكربونات ولا حتى شيء ومنفعه صافي في الداء حياتي الكل غلطه لازم ريميزون كيستيون فين نحب نعرف مرتك ويني مخليتك تشري في لبليبي ب 9000 ويني نهارين ورا بعض ليه يلا تتسيت حل حرب ديو سيبو عسكر اي قال لك سيبو عسكر من صلاحياتنا اي إلغاء نتائج مترشحين فائزين في الانتخابات التشريعية. إيش معناتها سي بو عسكر؟ تخزر الوجوه وتفرق الحمة؟ والله ما يجيش. ما جيتك بجاه ربي يا سي بو عسكر. خليهم لنا حتى رمضان يزي فيه البرك. نكملوا بهم رمضان وبعد تصرف. إذا كنت بديت نكملوا بهم رمضان. وأنا ما عنديش برشا ماتير في رمضان ونخل نعملوا جو. وبالنسبة للي يزي عاتينكم الثقة العمياء. البيت طاهر وحيفضل طول عمره طاهر تعديل حركة النهضة أي. النهضة تدعو قوى المعارضة إلى تقديم تنازلات والالتحام والالتفاف مع كذا وشي هكا يا نهضة ويني مواقفك ويني قوتك مش هذا ما اللي كنت تقول عليهم صفر فاصل توا اللي تحب تحالف معاهم به والشعب اش عملنا فيه وصفحة الماضي اللي مع الشعب كيفاش باش تطويها شنو باش تعمل فيها ها ان لكيدهن عظيم في نساء سكر علي البرنامج سي عليه يمشيوا القفصة صارت حادثة غريبة قفصة يتعرض فرع بنكي الى السطو باستعمال بندقية صيد قدر المافيا في تونس طاح بين الامم يا شماتة المافيا الإيطالية والروسية واليونانية فينا بندقية صيد خرج تصطاد في أرنب وزيد بانكا فلسة عمرك مشي صلاة على 15 مليون حتى في الإجرام أمور أكسيون تعبين الناس تعبة يا يوسف الناس تعبة يا يوسف الناس تعبة حتى في الإجرام ما وصلناش حتى في الإجرام ما وصلناش يعني تونس تتحصل على قرض من عند دولة شقيقة تونس تتحصل على قرض وهبة من الجزائر الأخت الكبرى تونس توقع اتفاقية قرض مع الجزائر وينشر في الرائد الرسمي دون أي تفاصيل عن قيمته ولا شروطه جي في الرائد الرسمي أكاكا سماما أكاكا ما ندرو على شيء ماشيين مع الماشيين وجايين مع يا سيدي اي الراقد يقوم يخدم اي اسل توليل ونهار عنا ديون لازمها تخلص وعنا كذا ما انت عند الجيرين ما تخليوناش في الحشمة الناس الكل تقوم تخدم ليل ونهار ليل ونهار لا وقت للراحة ولا كلنا باش نقفوا لتونس كما قالك العام وخينا عنا ديون لازمها تخلص راقدين مرتاحين هما دين ساقيكم وتضربوا في اللبلبي وكاس التي قوموا كولوا الحجر وخرجوا الفرنك باش تخلصوا قروض الوطن وبالنسبه للشقيقه الجزائر كين ما خلطنيش نخلصوا فرضاً خاطر احنا رانا نهار كامل نسلتوا باش ما خلصناش تاو نعملوا اتفاقيه سياحيه ماكم تحبوا السياحه بحذانا انتو نعملوا اتفاقيه والفنادق ودوا ماك فهمتني وتجي وتتفردوا ونخلصوا منا فيها زيتها يقليها فهمتني امورنا واضح كيفاش تحط في الرائد الرسمي دون تفاصيل وقديش المبلغ
ما فهم شيء كيكا كيتنا نحنا احنا في تونس مخلوقين ربي هبطنا قدرنا ان نعيش في تونس ليه احنا عايشين بكتبة ربي ناكلوا بكتبة ربي نتحركوا بكتبة ربي عايشين ما نعرفوش كيف ما ندروش كيفاش فما موافقة في التمويل من الاتحاد الاوروبي الاتحاد الأوروبي يوافق على تمويل مشروع الرابط الكهربائي بين تونس وإيطاليا تحت البحر يا يوسف مسلك ممتاز للحرقة تبع خيوط الضوء توصل لإيطاليا ونهارت اللي غشونا شنو عملوا لهم يوسف قص الضوء سلوا الفيشة إيه أما أنا عندي طلب بسكو نحن توا معناتها عنا اتفاقية مع الطليان سايبكية اتفاقية مع الطليان نحن نحكم سي يوسف خويا بعد ما نعملوا المسلك متاع الضو ونعدوا لكم الضو نعملوا قنطرة وي قنطرة بعزنا ودليلنا علاش نشوف الشقوفات ونحرقوا كذا ونتلقى قنطرة نحن عاطينكم الضو وتعطونا ثنية وي نتحملوا مسؤوليتنا ما كانش نخسر عليكم فيشة نعطيكم في النور نعطيكم في الضو ملاوينا الضو هشام الحامدي تذكر في حملة انتخابية قبل شام قنطرة اي انا الحاشمي الهشمي الحامدي مؤنث وي اما انا عندي علاش خويا عطي لكم الضوء الهشمي الحامدي قالها من لا شيء اما احنا توا عندنا علاش بمزيتنا خويا الغالي من ضونا بشي ضونا اي فما مدينه معروفه برشا في العالم تحب على موظفين باش يقتلوا الفيران اي يا جماعه اي نقصدوا ربي عنا ديون كما قلت لكم قبيله واحد لازم يخدم على روحه نحن لهنا في تونس شدوا في الجريب ابو بليش وما كثر ربي عنا كان الجريبة يا سيدينا نمشي ودعوة متلازمة تاو نعملو معناتها انتداب نحلو لهنا يوسف انت موافق معايا موافق انا في الكاستين اللي عنده دوسي يجي دوسي به في شدين الفيرين فهمتني ويعرف انواع الفيرين والجريبة مليح يوسف هم لنا وصف دقيق الجريبة متاحهم مش متاحنا راه كيش دي محسو مش يجي اقوى من جريبعنا مستحيل عنا جريبة كيس حيل مستحيل صحيح يعني جريبة أمريكي شنو يحكي جريبة شيكاغو زعما زعما عنا جريبة ما أقوى يا معلم دونك تعطيونا طرق الصيد متاع جريبة طريقة الإمساك بهم وشنية أنتي معناتها خبرتك في صيد الجريبة وننطلقوا بقدرة ربي ناخذوا طريف مشاريع والباقي نصبوه لتونس الحبيبة باش تخلص ديونها وقروضها فهمت فوالا الدولار طالع كان احنا طايحين شكرا لك بغيتوا تشوفونا طايحين نهاركم زين ومبروك قابلوا بعد شوية في قصص خضرة مشكلة الجريبة راهو والفيرين في كل مدن الكبار هما راهو متقلقين منهم راهو خاطر هما نورمالمون ياكلوا الاوساخ وباهين هما راهو اما راهو كيكثروا قالك هاجمين على العبيد في ديارهم نحنا ما حتى كان يهاجموا علينا نحنا يلقاو فم حمصه يدخلوا معنا ياكلوا تحب اساله نموت عليها المراه القويه أسالة. الحديديه اساله توا قبل الفيديو الاخبار واخبار الرياضه نرجع معاكم جونا ديز دوز حتى